السلام عليكم ورحمة الله. نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون نستهلها بالعناوين: تواصل جلسات الحوار التمهيدية بقصر المؤتمرات في نواكشوط، وسطع مطالب بإجراء تعديلات دستورية تتيح مأمورية جديدة للرئيس الموريتاني. الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية يقول إن الهدف من جلسات الحوار التمهيدية هو إنقاذ الحوار وتدارك الفرصة لمختلف الفرقاء. المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة ومؤسسة المعارضة الديمقراطية يقولان إن جلسات الحوار التمهيدية لن تنهي الأزمة السياسية في موريتانيا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى تفاصيل هذه النشرة. تتواصل بقصر المؤتمرات في نواكشوط جلسات الحوار التمهيدية، وقد ركز اليوم الثاني من أيام الجلسات على التعديلات الدستورية ونقاش الترسانة القانونية في موريتانيا. نتابع المزيد من التفاصيل ضمن هذا التقرير. جلسات تشاور ونقاش تمهيدية لحوار وطني شامل، هكذا يطلق رسميا على الجلسات الدائرة في قصر المؤتمرات بنواكشوط. اليوم الثاني من أيام الجلسات المفتوحة طغى على نقاشه الحديث عن التعديلات الدستورية والترسانة القانونية في موريتانيا، وطالب بعض المشاركين في هذه الجلسات بضرورة تعديل دستوري يتيح مأمورية رئاسية جديدة للرئيس الموريتاني أو يسمح بتمديد المأمورية الحالية. ونحن في موريتانيا فترتين ما هي كافيتنا، وخاصة نقول دقاء إلى هنا قبل وقع فترتين، يقول هذه الفترات يا الله هذه الفترة أول مأمورية يا الله على الأقل نعدلوها أسبع إيمان. يعودوا عندنا فترتين اللي يريد 10 إيمان، لأن 10 سنوات موريتانيا مستواها السياسي ما يسمح لها بأنه يتم كل 10 إيمان نعدلوا انتخابات. لذا يلا المادة 25 من الدستور والمادة 28 نحاولوا أن نعدلوا لهم تعديل. وينتقد بعض المشاركين في جلسات الحوار التمهيدية الأسس التي عليها تأسست، بحيث غابت في نظرهم عن النقاش المواضيع الرئيسية التي من شأنها أن تخدم حوارا حقيقيا يتيح ترسيخ الديمقراطية ودولة المؤسسات. المعارضة لحد الآن هذا اللقاء التمهيدي الفتشفت عندها الحق تماما وتقاطع هذا الحوار، لأنه غير مؤسس على أسس صحيحة على الأقل من وجهة نظري تخدم حوار حقيقي لهي يخلط بنتائج بنقاط اللي تتعلق بترسيخ الديمقراطية، تتعلق بدولة المؤسسات، تتعلق بالمواطنة المتساوية، تتعلق بمحاربة الفساد السياسي اللي مستشري. والأغرب عن أغلب المتداخلين يتكلموا عن مأمورية ثالثة لرئيس الجمهورية، وأنا بعد شخصيا طالب طبعا لا يترشح مرة ثانية ولا ثالثة ولا رابعة ولا خامسة. المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المقاطع لجلسات الحوار التمهيدية أصدر بيانا اتهم فيه السلطات الموريتانية باللجوء إلى ما سماها محاولة خداع ومغالطة الشعب الموريتاني، واصفا مقاطعة المعارضة للجلسات بالقوية. ونفى المنتدى أن يكون أي حزب من أحزابه أو عضو من أعضائه قد شارك في جلسات الحوار، مؤكدا أن هذه الجلسات لن تقدم للشعب الموريتاني إلا المزيد من الضرر. قال وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية محمد الأمين للشيخ إن جلسات التشاور التمهيدية تهدف إلى إنقاذ الحوار، كما أنها تعتبر فرصة للطبقة السياسية من أجل تدارك الفرصة ونقاش مختلف القضايا وتحديد تاريخ محدد للحوار. وأضاف للشيخ خلال مؤتمر صحفي للتعليق على اجتماع مجلس الوزراء أن الباب ما زال مفتوحا أمام جميع الفرقاء من أجل المشاركة في جلسات الحوار وتحديد جدول أعماله. إيش التوقف؟ منين نخلق هذا التوقف بين ذيك الوفد الأغلبية ووفد المنتدى؟ قامت الحكومة أيضا بهذه المبادرة وهي فتح هذا اللقاء التشاور حول الحوار كنوع من إنقاذ لعملية الحوار. احنا نعتبره هذا نوع من إعادة الأمل والإنقاذ، ونوع من التدارك أيضا الفرصة للطبقة السياسية والطبقة الاجتماعية وجميع الطبقات الموريتانية، جميع الطيف الموريتاني إياك يجتمع في حوار شامل. تعالوا هوالهم خيام، هوالهم قاعات معدة، إياك تشد الناس أخبار الحوار. اللي يبغي يبدأ ورك يبدأ ورك، اللي يبغي الحوار يبدأ بعد سنة يبدأ،
يبقى أي نقطة يبغوها يحاور فيها، معناته أن الحوار ما تبدأ، هذا عبارة عن فرصة متاحة لمن يريد الحوار. ولذلك الفرصة لا زالت متاحة والباب لا زال مفتوح للحوار ولمن يريد أن يلتحق بالحوار. وأصلا الحوار اللي دور المعاهدة، المعاهدة دور تأجيل الحوار، الحوار ما تبدأ، هذا عبارة عن لقاء، قلت لكم لقاء تشاوري لشد أخبار الحوار. والمحمد الأمين قال كذلك إن جلسات الحوار التشاورية ستناقش مختلف القضايا، وإن الدعوات قد وجهت للجميع، وكان هناك إقبال كبير من طرف النقابات الحقوقية والفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين. هذا حوار جامع وشامل لجميع المشاكل وجميع الموريتانيين، وقضية هذا الحشد أنا نعرف فهم اللي عالم به فهم دعوات للناس، إنها غير قضية فهم حشد بمعنى الحشد، أنا ما لا علم لي بهذا، اللي عرف فهم دعوات. والناس نفسها منين قال لها انه حوار شامل، حوار اجتماعي، حوار اقتصادي، حوار سياسي، او على الاصح تشاوري حول هذه المواضيع، حول جدول اعمال الحوار. طبعا لا يجي جميع المجتمع المدني، لا يجي والنقابات، لان كلها لا يساهم في جدول اعمال الحوار، ويجو جميع الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين والسياسيين، هذو معنيين بجدولة الحوار، بجدول أعمال الحوار، لذلك كل حد لا يجي، والناس مدعوة والباب مفتوح، ولذلك الناس لا يجي من كل حد بصوب، من الأحياء العشوائية ومن الأحياء الراقية ومن جميع الأحياء، وهي دعوة مفتوحة. ما قضية فهم ناس استفتت، والله أنا ما لا علم لي بهذا. أصدر المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة ومؤسسة المعارضة الديمقراطية بيانات متسامنة اعتبر فيها أن جلسات الحوار التمهيدية الجارية لا يمكنها حل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، وبينما اتهم المنتدى وسائل الإعلام العمومي بمغالطة المواطن وخداعه، دعت مؤسسة المعارضة النظام إلى الوقف الفوري لجلسات حوار 7 سبتمبر. قال حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية حركة التجديد إنه رفض المشاركة في جلسات الحوار التمهيدية بنواكشوط بسبب أنها ليست جامعة لكل ألوان الطيف السياسي في البلد، وبالتالي فإنها لن تخرج البلد من الأزمات التي قال الحزب إن البلاد تعاني منها. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الحزب بنواكشوط وحضره زعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية إلى جانب بعض أعضاء الحزب. الهدف من هذا المؤتمر كان هو توضيح موقف الحزب من قضية الحوار الجاري. هذا الحوار طبعا الحزب قد وافق على الحوار ورد على رسالة موجهة من الوزير الأول في 20 يناير 2015، وكان الرد إيجابي أن نحن مع الحوار، مع أي حوار سيجمع جميع الموريتانيين وسيعالج القضايا الأساسية للبلد. وفي الأخير جاءنا الرسالة الأخيرة من الوزير الحالي وكان ردنا إيجابيا ورفقناها بالرسالة الأولى، لأننا نحن مع أي حوار سيجمع الموريتانيين ويحل القضايا الأساسية للبلد. ولكننا مع لقاء الرئيس مع الوزير الأول في الأيام الأخيرة قال له نحن لن نشارك إذا لم نرى المعارضة الحقيقية تشارك في هذا الحوار، لأننا لم نطلب الحوار وإنما نريد حوارا حقيقيا يمكن أن يخرج البلد من أزمته. أما إذا كان الحوار من أجل الحوار فنحن قد تحاورنا مع النظام قبل ذلك بسنوات. أقر مجلس الوزراء الموريتاني في اجتماعه الاستثنائي أقر مجلس الوزراء الموريتاني مرسوما تطبيقيا لمدونة الصيد البحري في موريتانيا والتي تحدد آليات عمل قطاع الصيد وسبل منح الرخص وتنظيم فترات التوقف عن الصيد زمانيا ومكانيا. تفاصيل أوفى نتابعها في سياق التقرير التالي. صادق مجلس الوزراء في اجتماعه الثلاثاء على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق القانون رقم 017/2015 الصادر بتاريخ 29 يوليو 2015 المتضمن مدونة الصيد البحري. ويهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تحديد القواعد والنظم المطبقة لقانون الصيد البحري في موريتانيا، ويحدد هذا القانون مسطرة الإعداد والمصادقة على مخططات استصلاح وتسهيل المصائد الأساسية، كما يحدد مختلف مقاطع الصيد وآليات رقابة وتفتيش نشاطات الصيد، فضلا عن النظام المالي لغرامات الصيد. تجسيدا لهذا القانون وينظم الإجراءات اللي ستتبع من أجل الحفاظ
والتسيير الثروات البحرية المسطرة ونمط البلوش والتشاور من أجل استغلال الأمثل لهذه الثروات، التعريف بالآليات ومناطق وأنواع الصيد، ومتابعة وتفتيش ورقابة نشاطات الصيد وإجراءات انتقالية من المنظومة الموجودة حاليا إلى المنظومة إن شاء الله المستقبلية. وفي تعليق وزير الصيد على السياق والدواعي التي نبع منها هذا القانون والانعكاسات الإيجابية له على تنظيم سوق الصيد، أكد الوزير أن السمك الموريتاني لا يزال يشكل مادة يكثر عليها الطلب في الأسواق العالمية، نافيا وجود أي تأثير سلبي لحادثة التلوث بالبقع الزيتية خلال الأشهر الأخيرة في المياه الإقليمية الموريتانية. علم ذل خلق مؤخرا أنه ما عنده أي انعكاسات سلبية لا على الوسط البحري، لا على التربة في البيئة، لا على المنتوج، ولو كانت فيه تعود سمعتوا بها وعلمتوا بها وجبروا انعكاساتها على المستوى الدولي. المنتوج الموريتاني اليوم مقبول في أي سوق عالمي، وخاصة الأسواق اللي عندها ياسر من الحصانات بدخولها، سواء السوق الأوروبي والسوق الياباني أو أي سوق آخر، المنتوج الموريتاني مرحب به وقالي ومطلوب، وبالتالي هذا دليل أكبر على أنه الدليل أكبر على ما في أي تلوث. ويهدف القانون الجديد من جانب آخر للحفاظ على الثروة السمكية وتنميتها طبقا للمعايير الفنية والصحية المناسبة للنمو الطبيعي والبيولوجي لهذه الثروة، ويحدد القانون آليات العمل ومقاطعه المكانية وفترات التوقف طبقا لما يخدم نماء واستدامة نمو المجال الحيوي للسمك وفترات الصيد وتوقفه استجابة لمتطلبات هذا النمو. كما يحدد أيضا من جهة أخرى القانون الجديد آليات للتسيير بالحصص حفاظا على الثروة ذاتها من الاستهداف العشوائي المخل بالنمو والمؤثر سلبا على الثروة واستدامة نموها في المستقبل. التقى رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم سيد محمد المحم، التقى السفير الأمريكي بنواكشوط لاري أندري بمقر الحزب المركزي في نواكشوط، وتطرق اللقاء للعلاقات بين البلدين وسبل تطويرها، كما ناقش مستجدات الساحة الموريتانية على مختلف الأصعدة وخصوصا السياسية منها. قال رئيس الاتحادية الموريتانية لكرة القدم أحمد اليحيى أن الجوائز النقدية للأندية الفائزة بألقاب الموسم المنصرم ستصرف مع بداية الموسم الرياضي المرتقب. أضاف اليحيى خلال مؤتمر صحفي بنواكشوط أن بعض الأندية طلبت تقديم جوائزها وقدمت لها، لكن الاتحادية تفضل أن يتم تقديم هذه الجوائز النقدية مع بداية الموسم، نافيا أن تكون الاتحادية تتهرب من منح الأندية مستحقاتها. بالنسبة للاتحادية اتخذت قرار ما هو بسبب أنها ما هي عطيتها لهم ولا هو سبب، حسب تجاربنا الماضية وحسب تجارب الاتحادات الصديقة على أنهم عادة نين يعود حد فاز بالبطولة تنعطالوا العلاوة ولا تعطالوا مع بداية البطولة الأخرى. ياك بالنسبة لنا الهدف منها أنه فالت كرة القدم تمشي من كرة القدم وترجع لكرة القدم، إن أعطوها المادة في بداية العطلة قد لا قدر الله تخرج لها استعمال آخر. يقر على كل حال نحن عندنا أندية مسؤولة واللي منهم اللي توجه لنا وقال لنا أنه عجلان عليها، لمعلوماتكم الخاصة اللي توجه لنا وقال لنا أنه عجلان عليها راهو فات جبرها، واللي ما توجه لنا ولا قال لنا أنه عجلان عليها به اللي ما عجلان عليها لا هي جبرها. على كل حال البطولة بطولة الموريتانية تبدأ 19 سبتمبر هذا القادم، وهي بالمناسبة بالنسبة للمنطقة أسرع وقت بداية بطولة، لأن تخرصوا السنغال مالي إلى آخره ما زالوا ما تعرفوا يتريبتوا. نهاية نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون وقد تابعتم فيها. تواصل جلسات الحوار التمهيدية بقصر المؤتمرات في نواكشوط، وسط مطالب بإجراء تعديلات دستورية تتيح مأمورية جديدة للرئيس الموريتاني. الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية يقول إن الهدف من جلسات الحوار التمهيدية هو إنقاذ الحوار وتدارك الفرصة لمختلف الفرقاء. المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة ومؤسسة المعارضة الديمقراطية يقولان إن جلسات الحوار التمهيدية لن تنهي الأزمة السياسية في موريتانيا. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة.
الثانية موجز إخباري بحول الله. دمتم في أمان الله.